الإعلام الجزائري وأشباه المؤثرين التبونيين القهويين مغسولي الدماغ محدودي الدخل اللي عطوهم الآيفون وشي وحدين ما شدوش الآيفون اللي خرجوا يحاولوا يبردوا الفرفارة للمتابع الجزائري اللي مفقوص مقهور مغبون حازن على عدم تأهل المنتخب الجزائري وعلى الخسارة والخروج للمرة الثانية لشواكر لافريك من لاكوب دافريك من الدور الأول. ومن أجل أنه يبردوا هم الفرفارة وينقصوا شوية من الغصة تبين أنه استخدام موضوع علاش المغاربة فرحوا من اللي المنتخب الجزائري تقصى وهذا فيه تدليس على المتابع الجزائري وكذب على المتابع لأن المغاربة فرحوا لتأهل المنتخب الموريتاني الشقيق لأن موريتانيا دولة مجاورة حدودنا معها مفتوحة تجارتنا معها متيسرة علاقتنا معهم أكبر وأفضل وأحسن من النظام الهوكيستاني المرتدين لي فبالتالي فرح المغاربة لموريتانيا الشقيقة أولا عنده طعم خاص لأن موريتانيا أول مرة تربح يعني مباراة في كأس إفريقيا وأول تأهل لها على مستوى كأس إفريقيا للدور الثاني فبالتالي كان عنده طعم خاص أنه المغاربة يشاركوا فرحة الموريتانيين والشعب الموريتاني والأطياف الرياضية الموريتانية هذه الفرحة الكبيرة لأن وقعها كان كبير على الشارع الموريتاني وتابعت جيدا وأنا عندي علاقات كبيرة مع ياسر من الإخوان والأصدقاء على مستوى موريتانيا الشقيقة كيفاش أنه هذا الحدث الكروي كان عنده وقع كبير على الشارع الموريتاني على العاصمة نواكشوط وديبو مدينة العيون وغيرها من المدن الموريتانية اللي خرجت فيها أطياف كبيرة من الشعب الموريتاني وهي تفرح فبالتالي أنا نقول وإضافة للتحليل اللي أعطاه سي سعيد على أنه ما الذي تغير فأنه المغاربة ربما فرحوا رغم أنه هذه المسألة لا أتفق معها المغاربة فرحوا لتأهل المنتخب الموريتاني وليس لسقوط المنتخب الجزائري بالرغم أنه إحنا عارفين أشنو كاين ولكن بعلاقتنا مع موريتانيا خاصنا نفرحوا لهم وهذا ما يغيظكمش أنتوما أو أنه يضركم في خاطركم قدر ما أنه خاصكم تشوفوا الحل لهذا النفيخ ولهذا العنتريات الفاضية اللي تبين أنكم لا شيء فخر الدكة تبين أنه فعلا مكانه هو الدكة ويشرب كاس من الدكة وأنا نقول الإخوة الموريتانيين على أنكم عطيتوه كاس ديال الدكة وخا بارد ولكن اللهم دكة باردة ولنا قوالدة فهذا نقولها لكم أنا بصحته وتبين على أنه من بعد ما كنتوا تطبلولو وفخر الدكة ومحرز وكذا أنا شفت بلاطوهات هذا دوك اللي كانوا يشكروا فيه النهار كانوا يتفرقوا الجوائز اليوم عادوا فيه وعادوا يقولوا الحقيقة على أنه لا شيء وهو تهو خرج لكم ديركت قال لكم أودي أنا كنت لعب غل عائلتي وأصدقائي يعني أنتم قاعد ما نعرفكم فهذا هو اللي كاين الخلاصة القول فيما يحدث أخوتي أنه تبين فعلا أنه السياسة الجزائرية على المستوى الرسمي والعدائية لكل ما هو مغربي على مستوى الإعلام الرسمي وعلى مستوى أشباه الصحفيين والمؤثرين هما اللي كان عندهم التأثير أنهم وراوا الوجه الحقيقي لما يكون هذا النظام للشعب المغربي والمغاربة استفاقوا نقدر نقول استفاقوا ليس يعني أنهم ولوا حاقدين على الجزائريين مغاربة ما كيعمروش رأسهم بأي حد مغاربة كيعمروا رأسهم بما يهمهم ويهم بلدهم ويهم يعني تقدمهم وازدهارهم وأيضا يهم إدراكهم المعرفي بقدر ما أنهم عرفوا أنه كانوا يعطونكم من المشاعر الأخوة والصداقة بناء على ما تربوا عليه ولكن تبين أنكم لا تستحقونها بقدر ما قالوا لكم ودي مادام قطعتوا العلاقات وما عرف شنو بغيتوا تقطعوا قطعتوا الجو وكذا قطعوا غفامكم علينا ونزيدكم الإخوة الجزائريين وأنا كنقول هذه الكلمة ديال الإخوة لأنه كاين واحد الناس مسكينة ما عارفاش حقيقة النظام اللي حاكمها كاين واحد الناس بقى غالطة في هذا النظام اللي حاكمها أنه اللي خرج الأول في الإعلام ديالكم تيقول أتمنى إقصاء المنتخب المغربي من الدور الأول هو إعلاميكم وفي قنوات الصرح الصحي أو قنوات الزيغو اللي عندكم وللأسف الشديد هادو الآن اللي من ضمنهم هاد مدام آبي ولا مستر آبي اللي خارجك تقول لهم المغاربة فرحوا ما سمعناكش
انت كتقول انه هذا الكلام اللي تقال على مستوى قناه رسميه يخرج تقول له عيب وعار انه يخرج منا من الجزائريين من يتمنى اقصاء منتخب جار وشقيق وكذا وكذا وديك الاسطوانه. اما واحد حافظ الطعراجي انا نقول له الذي فقد شرفه وفقد قيمته الانسانيه وفقد او تبين او فضح شعارته هو المشجع الجزائري وعلى راسهم سفيره النوايا السيئه صوفيا باللمان اللي مشات لبلادات الناس وفقدت شرفها وقيمتها واحترامها وكل شيء هو المواطن الجزائري اللي ربيتوه في هذا النظام أسوأ تربية ومشى للكوت ديفوار وأساء للكوت ديفواريين وأساء لشعب راقي محترم طيب استضافكم على أرضه وتقولوا له عايشين عيشة العصر الحجري. وزيد عليها أيضا التنقيص والكلام اللي خرجوه ما يسمى بمؤثريكم على كوت ديفوار وزيد عليها ايضا حتى قبل المباراه على الشعب الموريتاني الشقيق. وكاين واحد المؤثر وحاشا ان يكون مؤثر ويعني يستنقص من الموريتانيين ويستنقص من المنتخب الموريتاني ويعني بواحد الطريقه مستفزه. وكان تعامل المؤثرين والمغردين الموريتانيين بواحد الشكل اللي هو جميل جدا وعطاوهم ذاك اللي دوروا وعطاوهم على الفويم كما يقولوا في موريتان. فبالتالي الذي فقد شرفه وقيمته وصورته هو والدولة الجزائرية لأنها لم تحسن تربية التبوني. فبالتالي ما فقدتموه لن تستطيعوا إعادته لأن التاريخ يكتب والأقلام تسطر أن النظام في الجزائر نظام تافه إعلاما ومؤثرين وبعض الأطياف الشعبية التي يعني شربت من هذا الأكلة اللي مرة اللي ربيتوا عليها هذا أشباه المؤثرين وبعض فئات الشعب وما إلى ذلك. فتحية طيبة ومرحبا بالدكتور صنيبي.